ما بتشعر على قدر الماتش ولا بالفرق احنا
حاولنا دابا بس العيطو الدراماسيل هذا وتبقى جالسه ما صافيش منهم غادي نضرماسيل فرض يكون نضرب في الطرف ماشي هو عندك الصعاب مع الكودين تاع الطرف جاي يسترد برافو يا فلان عاود عتمة اخلي اخلي ايوب اخلي برافو مالي يا لزين الاحتياط هيك يا راما السوري بانو الاحتياط هيك نديرو ثلاثه انا الكره اعتمدت الحاله ايوب هذا العام دابا احسن بزاف العام اللي فات هذا العام ان شاء الله ما درناش التورنوا ديال رمضان من الاول فيو اننا بدينا شويه معطلين شويه ديال العراقيل شويه ديال شي خدام شي هذا كان مازال ما دخلناش 100% في السبور قررنا اننا نديرو واحد ليفينمون فيه يومين السيمانه اللي مور هادي غتكون فيها دومي فينال فينال يعني غادي يكونوا اربعه ديال الفرقي غادي يكونوا اربعه ديال الماتش. السلام عليكم، انا بن صفيه الممثل الرسمي لرياضه كره المناوره في المملكه المغربيه الشريفه او ما يسمى بالدجبول. كره المناوره هي رياضه جماعيه اللي كانت البدايات ديالها في الدوله ديال كندا وامريكا ومن بعد تعرفت بمجموعه ديال الدول الاخرى. الرياضه كتعتمد على الاساس يعني على مجموعه من التقنيات اللي عندها علاقه سواء بالليونه او لا بالسرعه. الكونسيبت ديال الرياضه هو انه جوج ديال الفرق كيتنافسوا في الملعب، كيكونوا سته ديال اللاعبين في كل فريق داخل الملعب وكيكونوا ثلاثه ديال اللاعبين خارج الملعب اللي كيتسموا لي ريكوبيراتور دو بال ولا اللي ممكن تسميهم لي راماسور دو بال حيت عندهم حتى هما واحد الدور اساسي في اللعبه. الهدف من اللعبه هو ان كل فريق كيحاول يقصي الفريق الخصم ديالو يضربوا بالكره. نوعيه الكرات ما عندناش كرات قصحه، هما كرات ديال لاموس يعني البونج وفيهم واحد البلاستيك من الفوق اللي كيحميهم. ونخليكم معنا ان شاء الله تكتشفوا معنا اكثر هذه الرياضه. بالنسبه للانواع المسابقات اللي كتكون في هذه الرياضه، هي مسابقات الان وصلت يعني انها يكون عندها مسابقه عالميه او لا كوب دي موند، وكاين مسابقات على المستوى القاري ومسابقات على المستوى المحلي في بعض الدول. وحنا ان شاء الله كنديروا مجموعه ديال الدوريات المصغره واللقاءات ما بين الفرق باش نزيدوا نطوروا هذه الرياضه اكثر. كتلعب المسابقه يعني على ثلاثه الاشكال، اما الفرق الرجاليه اللي كيتلعبوا فيها الفرق من الرجال 100% او الفرق النسائيه اللي كيتلعبوا فيها فريق 100% نساء، او لا حنا اللي عندنا ما يسمى بالفريق ميكس يعني اللي كيكون فيه على الاقل جوج ديال العناصر النسويه داخل الملعب في كل شوط من اشواط المباراه. حنايا يعني احنا كنشتغلوا على هذه الرياضه هذه باش نوصلوها للمغرب كامل. عندنا واحد يعني خطه عمل اننا نديروا مجموعه ديال الدورات التكوينيه في مجموعه ديال المدن باش نعرفوا الرياضه ونديروا مسابقات وديزيفينمون او لا انشطه على المستوى يعني الوطني. هذا ما كان، وكنشكركم انتم على التغطيه ديالكم وعلى الوجود ديالكم معنا.